الموت عليهم السلام وأشياعهم. قال الإمام العسكري عليه السلام: قد صعدنا ذرى الحقائق بأقدام النبوة والولاية، ونورنا السبع الطرائق بأعلام الفتوة، فنحن ليوث الوغى وغيوث الندى، وفينا السيف والقلم في العاجل، ولواء الحمد والعلم في الآجل، وأسباطنا خلفاء الدين وحلفاء اليقين، ومصابيح الأمم ومفاتيح الكرم. فالكليم ألبس حلة الاصطفاء لما عهدنا منه الوفاء، وشيعتنا الفئة الناجية والفرقة الزاكية، صاروا لنا ردءا وصونا وعلى الظلمة إلبا وعونا.